خيركم تقدم خيركم من علم الأجيال أن الأربعون في تعظيم القرآن الكريم الحديث الرابع عشر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فهو السكينة والهداية والتقى، وهو الشفاء لكل ذي قلب سقيم.